صباح المساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قد تدعونا كما قد تدعونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا بزاة لهذا البلد. وعاد 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 إلى أرضنا الشجر. وعاد 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 إلى ليلنا القمر. وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. شكرا للفنانة صوفيا صادق. فنانتنا الكبيرة تونسية صوفيا صادق، أنت اليوم في حفل تكريم الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، يعني كلمة بالمناسبة هذه. والله فرحانة برشا أني موجودة في الجزائر ساعة، وفرحانة أكثر أني كما في كل مرة إن شاء الله مثلت بلدي العزيز عليا، إن شاء الله مثلت أحسن تمثيل. والأغنية اللي قدمتها للجزائر كنت يعني نحضر فيها يعني توا عنا يمكن 6 شهور ولا سنة، وكانت من ألحان الأستاذ الفاضل النوبلي، وغنيتها بكل صدق، وإن شاء الله نكون وفقت فيها إن شاء الله. عايشك، شو رايك في التظاهره يعني الثقافيه السينمائيه هذيا بصفه عامه صوفيا؟ والله انا معناها عجبتني التظاهره هذه، خاصه التكريم يعني الموسيقار كبير كما الفاضل النوبلي، وان شاء الله في تونس زاد ننسج على منوال التظاهرات هذيا الكبيره، وان شاء الله تونس زاد معناها نشوفوا فيها حاجات كما هكا، نشوفوا فيها برامج وتظاهرات وناس معناها يستحقوا بالحق ويستاهلوا انهم ينصفوهم ويعطيهم حقهم. صوفيا، جمهورك في تونس ما تعطش باش يلاقيك، شنو تقول له؟ حتى انا ما تعطش لي برشا زاده، ان شاء الله تكون ظروف باهيه وتكون يعني نفسيه سورتو معناها مستريحه ومريحه، وان شاء الله انا في تعطش زاده لمقابلته برشا، ان شاء الله نشوفه على خير ان شاء الله. ميرسي. عايش. عايش. عايش.